الأقسام. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد لكم التحية من خلال برنامجكم بلسم على أثير نور دبي، وموضوعنا عن اعتلال الشبكية مع ضيفنا الدكتور هاني مسعود، استشاري أمراض العين وجراحة الشبكية بمستشفى القرهود الخاص بدبي. طرق التواصل عبر الهاتف 600-551-414، والرسائل النصية القصيرة على 4006. ونرحب أيضا بمتابعينا عبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الإنستغرام لايف نور دبي راديو. السلام عليكم دكتور هاني. وعليكم السلام، كيف صحتك دكتور بسام؟ الحمد لله. وأنا سأبدأ ببعض الأحصائيات السوداوية ذات اللون الأسود واللون الأبيض عندك دكتور، يعني الجانب المظلم عندي والجانب المضيء لديك. لا إن شاء الله دائما مضيء. السكري المسبب الأساسي للعمى، اعتلال الشبكية السكري، عدد الأشخاص الذين يفقدون الرؤية طبعا بسبب اعتلال الشبكية السكري على مستوى العالم حوالي 258 مليون شخص. هذا الجانب المظلم، الجانب المضيء لديك يا دكتور، تفضل. ممكن هالرقم كان أكبر بكتير قبل الوعي الصحي، ولا يزال هالرقم كتير كبير بالدول ما في اهتمام كامل بموضوع السكري، وحتى ما فيني أقول في الدول، لأنه في عندنا نسبة كبيرة كتير من العالم بأمريكا اللي هي تعتبر دولة المتقدمة الأولى واللي فيها نسبة كبيرة جدا من العالم يفقدون البصر بسبب اعتلال الشبكية السكري. ما في شك السكري مرض بيأثر على كافة أعضاء الجسم، العين أو الكلى أو القلب أو جميع أعضاء الجسم وغيره. نعم. والسكري سبب أنه تأثيره على جميع هذه الأعضاء أنه هو نسبة السكر في الدم، مثل اسمه يعني نسبة السكر في الدم مرتفعة. فالسكر اللي عم يمر ضمن الشرايين تبع الجسم بالدورة الدموية الكاملة، لما عم يصير له مجال بعد عدة سنوات من تراكم السكر وأهمال السكر، عم يساوي تهتك في الأوعية الدموية. والأوعية الأولى اللي بتبدأ تنصاب بها التهتك، وكلمة تهتك بقصد فيها مثل انفجار بالأوعية أو تسرب سوائل أو حتى انسدادات في الأوعية. والأوعية الصغيرة اللي بيصير فيها التهتك هي الأوعية اللي بيصير فيها التهتك بالمرحلة الأولى هي الأوعية الصغيرة، الأوعية الشعرية بنسميها أو المايكروفاسكولار. وبالتالي السكر لما عم يمر به الجسم لفترات طويلة وبنسب عالية، عم يساوي هالانسدادات بالأوعية الشعرية وعم يساوي هالتسريب السوائل. بنبدأ نشوفه بالمرحلة الأولى أو بالمراحل الأولى، بنبدأ نشوفه في العين اللي هي تملك الأوعية الأدق أو الأرق في أعضاء الجسم. كمان الكلى بتلحقها، وأيام أصابع القدم أو أطراف القدم والقلب والدماغ وغيره فيما بعد. فالأوعية الدموية يلي بالعين، خلينا محصورين في العين. نعم. أو يلي بتروي حتى الأعصاب المحيطية ومنها أعصاب العين، فبتبدأ يصير فيها انسدادات، وبالتالي بيصير في أقفار في محيط الشبكية، بيصير في عنا نزوفات وتراكم سوائل بمحيط الشبكية، وهذا الشيء بيؤدي فيما بعد لفقدان البصر. الشبكية كتعريف بسيط هي الجزء الحساس من العين اللي بيشوف الصورة أو اللي بيسمح لنا نشوف الصورة، وهي المنطقة ذات التروية ونفس الوقت فيها الشبكة العصبية تبع العين. فلما بيصير في عندنا هالتراكم أو هالانسدادات في الأوعية، فبالتالي الشبكية بتفقد وظيفتها، وبالتالي العين ما تقدر تترجم الصورة ويصبح تدهور الرؤية لا يصل لمرحلة العمى. نعم. نذكر بطرق التواصل على الهاتف 600-551-414، والرسائل النصية القصيرة على 4006. ونرحب أيضا بمتابعينا عبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الإنستغرام لايف نور دبي راديو. موضوعنا عن الشبكية، وضيفنا الدكتور هاني مسعود، استشاري أمراض العين وجراحة الشبكية بمستشفى القرهود الخاص بدبي.
طيب دكتور هاني، هل يمكن أن يكون هناك اعتلال في الشبكية دون أن تظهر الأعراض مباشرة؟ يعني لا نتكلم عن فقدان الرؤية فجأة. تماما. نعم. هو الرؤية ما بتفقد مباشرة. نعم. أو فجأة. نعم. ومثل ما بديت الحديث أنه تراكم السكر لسنوات هو اللي بيسبب النزوفات. نعم. طبعا نزوف الأوعية الشعرية في العين ممكن يكون في المحيط، يعني محيط الشبكية، وهذا ممكن ما يظهر للشخص انه في عنده بداية تدهور بالرؤية لانه هو في المحيط، فالتروية المركزية بتكون ما تزال جيدة والرؤية ما تزال ممتازة. ولما بيبدأ التدهور الرؤية ولما بيبدأ التدهور الأوعية الشعرية في مركز الرؤية أو بتبدأ النزوف تتراكم في مركز الرؤية، فهون بيصير في عنا هبوط بالرؤية، وممكن يكون هبوط شديد بسبب النزوفات المركزية يلي بتفقد الإنسان من أنه يقدر أو بتفقد العين من قدرتها على مطابقة الصورة. وطبعا ممكن يكون لدى نفس الشخص نزوفات في واحدة من العينتين أكثر من الثانية، وبالتالي بنشوف تدهور الرؤية بواحدة من العينتين أكثر من الثانية. ممكن يكون بعين صار عنده هبوط بالرؤية 60-70% وبالعين الثانية ما يزال 20-30% فقط. نعم. بس حسب المنطقة اللي بتنصاب الأوعية، بالمنطقة اللي بتنصاب فيها التروية، هاي المنطقة هي اللي بيصير فيها التدهور في الرؤية. نعم. ولتفادي مثل هذه الاضطرابات والمضاعفات دائما نوصي وأكرر أنا من خلال برنامجكم بلسم بأن يكون مريض السكري صديقا لكافة التخصصات تقريبا، بمعنى أن يقوم بزيارة هذا الصديق، هذا الطبيب، مرة كل سنة على الأقل للفحص الدوري للاطمئنان، بمعنى أن يذهب إلى طبيب الأمراض القلبية، أن يذهب إلى طبيب أمراض العصبية، أن يذهب إلى طبيب الأمراض الكلى أيضا، أن يذهب إلى طبيب الأمراض الجلدية، يعني لأنه طبعا مضاعفات، ولن ننسى طبعا العينية لأنها كمان هامة، وخصوصا أن السكري المهمل، السكري غير المضبوط، السكري غير المسيطر عليه مضاعفاته خطيرة جدا، بما في ذلك السكتة الدماغية، الجلطة القلبية، بما في ذلك أيضا بتر الأطراف، بما في ذلك العمى. وطبعا هذه الزيارة بسيطة لن تكلف المريض شيئا. في مثل هذه الزيارة ماذا تقوم دكتور أو ماذا يقوم طبيب العينية، أمراض العينية؟ هلا طبعا فحص القدرة البصرية والفحوصات الخارجية يلي بتوجهنا نحو الرؤية، واللي هي أيام المرضى بشكل مهمل أو بشكل سريع بيحاولوا يسووها عند أي بصريات في المولات المتوفرين أو في التجارة، وهذا غلط بالنسبة لمريض السكري، لأنه مفروض تنفحص أقسام الشبكية أو مفروض ينفحص أقسام العين. فطبعا نحن بنفحص أول شيء عدسة العين وضغط العين، وبنفحص كمان الشبكية. الشبكية اللي بيعطينا الفكرة عن الأوعية الدموية، والشبكية نحن بنقدر نقول هي مرآة الجسد. فلما بنفحص شبكية العين فمنشوف الأوعية الدموية، ومنشوف إذا في عنا أي نزوف أو أي انسدادات في هذه الأوعية. لما بيكون عنا أي نزوف هذا بيعكس لنا وضع الجسم بالكامل، لأنه إذا في نزوف بالعين معناتها هاي الأوعية بدأت تنزف، معناتها أوعية الجسم بالكامل، لأنه هي جزء من السلسلة الدورانية للدم، فمعناتها أوعية الجسم بالكامل بدأت تنصاب بالسكر. وبالتالي منوجه طبيب الغدد أو طبيب الداخلية يلي عم يتابع المريض أنه انتبه، صرنا بمرحلة الخطر. طبعا لحنا الفحص المباشر بيعطينا فكرة، في عنا فحوصات أعمق اللي هي صور للشبكية، سواء صور باستخدام الفلورسين أنجيوغرافي أو صور بس لمركز الرؤية بدون استخدام أي مواد أخرى. بتعطينا كمان فكرة إذا في شيء بالعين المجردة ما قدرنا نشوفه من تراكم سوائل تحت شبكية العين. نعم. ومن هون إذا كان في عنا أي مشاكل أو أي complication فنوجه المريض نحو طرق العلاج اللي لازم نلحقها بالمراحل الأولى مشان ما نصل للحالات الخطيرة. نعم. العلاجات مختلفة طبعا حسب الحالة وحسب شدة الإصابة بالسكري. اعتلال الشبكية السكري ممكن يكون إسكيميا أو أقفاري أو انسدادات في الأوعية، وبالتالي هاي الأوعية بحاجة لتخثير بالليزر
لحتى توقف الانسداد ولحتى ما تصير المنطقة كلها مثل الجلطة أو مثل انسداد كامل في هالمنطقة وما فيها تروية. فالعلاج بيكون بالليزر أرجون وهو تخطير لأوعية الشبكية المحيطية. في حال عنا المركز أو نزوفات في المركز فالعلاج ممكن يكون عن طريق حقن دواء عن طريق إبر تحقن داخل العين وتكرر شهريا. للإبر بتساعد على إعادة التروية شوي في المركز وتوقيف أو تحسين وضع الأوعية الدموية في العين لتوقيف النزف أو توقيف تسرب السوائل من هذه الأوعية. نعم. نذكر بطرق التواصل على الهاتف 600-551-414 والرسائل النصية القصيرة على 4006. ونرحب أيضا بمتابعينا عبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الإنستغرام لايف نور دبي راديو. وضيفنا الدكتور هاني مسعود استشاري أمراض العين وجراحة الشبكية بمستشفى القرهود الخاص بدبي. دكتور هاني، بغض النظر إذا كان السكري من النمط الأول أو من النمط الثاني، أي شخص يعني تم تشخيص أو كان السكري لديه تم اكتشافه وكان لديه السكري يعني أكثر من 5 سنوات أو حتى 10 سنوات، 5 سنوات بالنسبة للسكري من النوع الأول أو 10 سنوات بالنسبة للسكري من النوع الثاني، يجب أن يقوم بزيارة طبيب العيون للإطمئنان. فيما لو كانت السيدة حامل وطبعا لديها يعني حامل وسكري وتريد أيضا أن تطمئن على صحة وسلامة الشبكية، هل يمكن أن يجرى الفحص أثناء الحمل أم طبعا علينا أن ننتظر؟ نعم. لا ما في أي مشكلة. وفي كثير عندنا سكر مرتبط بالحمل. هلا السكر الحملي عادة ممكن يكون بسيط وما في يعني مؤقت لأنه هو سكر حملي، ولكن الفحص عادة يجرى بشكل روتيني أثناء الحمل. ما في أي مشكلة وما في أي أخطار لا على الجنين ولا على الإمرأة بنفسها. الفحوصات كلها سليمة، وضروري إذا كان سيدة عندها إصابة سكرية، ممكن تكون عندها إصابة سكرية النمط الأول من هي وطفلة أو هي بمرحلة الشباب والحمل كان بعد 10 سنين من اكتشاف السكر أو ما شابه، فأكيد فحص دوري لشبكية العين ضروري جدا للإطمئنان على سلامة الشبكية، لأنه كمان ممكن السكر أثناء الحمل يصير فيه تذبذب وارتفاع وانخفاض، ففحص الشبكية ضروري جدا. نحن كنا عم نحكي على العلاج وحكينا على المرحلة الأولى من العلاج اللي هو بالليزر. النوع الثاني اللي هو عن طريق حقن إبر. في حال ضل السكر مهمل والإنسان طبعا تأخر أكثر لسه، فممكن يصير بحالة بينتقل للحالة الجراحية اللي بنسميها قص السائل الزجاجي، لأن السكري نتيجة التليفات اللي بيصير جوا العين ونتيجة الإقفار الشديد فبيصير في نزوف تملأ جوف العين بالكامل، وبالتالي الرؤية بتكون صفر تقريبا يعني انعدمت الرؤية، وهون بقى التدخل الجراحي ضروري جدا لسحب الدم. ومثل ما بديت البرنامج دكتور بسام كنت عم تذكر على نسبة العمى في العالم بسبب إهمال السكري، فهدول الحالات اللي بيكون وصلوا للتليفات ووصلوا للانسدادات بشكل كامل وحتى أعصاب المحيطية بتصير فيها أقفار، فبالتالي بيصير عندهم نسبة من فقدان الرؤية يلي ما في علاج بقى ممكن يرجع يرجع لهم الرؤية لأن العصب مات والشبكية ماتت، فبالتالي الإنسان بيكون فقد رؤيته بشكل نهائي. لذلك أنت ذكرت هلأ من شوي أنه لازم فحص دوري، وخصوصا لما يكون الإنسان صار له 5 سنين مصاب بالسكر أو 10 سنين نمط ثاني. بس أنا بقول لك من أول سنة مكتشف فيها أي إنسان ارتفاع في سكر الدم فلابد من إجراء أول استشارة لطبيب العيون ليتأكد من وضع الأوعية الدموية في العين. ومثل ما ذكرنا إذا الأوعية الدموية في العين سليمة فكل جسمه سليم. نعم، وأنا أحبذ هذا الأمر يعني أقول دائما حتى يعني أتكلم كثيرا حقيقة عن أتكلم كثيرا من خلال برنامج بلسم عن الأمراض المزمنة اللي هي الأمراض التي تعتبر من أبرز وأهم التحديات التي تواجه المؤسسات الصحية والحكومات بشكل عام وأيضا في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص، باعتبار هذه الأمراض يعني نسبتها كبيرة، أمراض القلب، السكري، البدانة، وارتفاع الضغط والكوليسترول، وأيضا السكتة الدماغية والأورام. هذه الأمراض
من خلال الفحص الدوري، من خلال الالتزام بنمط حياة صحي، من خلال يعني بمعنى أمر بسيط جدا اللي هي قواعد الصحة العامة المعروفة للجميع والتي تحدثنا عليها مرارا وتكرارا، وأيضا من خلال زيارة دورية للطبيب يمكن أن نجنب أنفسنا المخاطر. يعني حتى دائما أقول لا تهملوا أي عرض حتى لو كان صداع بسيط، وحتى الصداع يرتبط بأمراض العين دكتور، يعني ليس فقط أن أتناول مسكنات. الصداع موضوع مهم وكبير ممكن نحكي فيه، فهو عدة أسباب من العين بتجي بتسبب الصداع بشكل رئيسي. ومثل ما ذكرت ضغط الجسم، ارتفاع ضغط الجسم كمان له عوارض كتير شديدة في العين. وعادة الضغط والسكري ممكن يكونوا متراقين سوا كأمراض وعائية، ومنشوف معظم الناس اللي عندهم سكري ممكن يكون عندهم ضغط، سواء سبق الضغط أو سبق السكري، بس اثنيناتهم تواجد العرضين سواء السكري والضغط فكمان بيزيدوا من نسبة إصابة العين وإصابة الشبكية والأوعية الدموية. فالمريض المصاب بالسكر وبالضغط مع بعض، كمان كتير الاهتمام بالكنترول بالضبط الجهتين مهم جدا، وفحص الشبكية الدوري مهم كتير كتير بهالناحية. نعم، طيب نختم بالجانب المضيء والجانب الإيجابي حتى طبعا ما يكون موضوعنا، وهو دائما نحن حتى لما نتكلم عن الأشياء السلبية أو الأرقام المأساوية أو السوداوية إن صح التعبير، فالهدف هو فقط للتوعية من أجل أن نوضح بأن هذه الأرقام يمكن أن نقللها، لكن عليك أنت عزيزي المستمع أن تكون مبادر في هذا الموضوع، وأيضا أن يكون هناك بينك وبين الطبيب تعاون وزيارات دورية دائما. طيب ذكرت الإبرة دكتور كعلاج، هل هو علاج جديد؟ نعم، هو اكتشاف الإبرة اكتشاف رائع جدا من عدة سنوات، وطبعا في عدة أنواع لإبر بتساعد على رشف السوائل أو تخفيف السوائل اللي تراكمت تحت الشبكية، يلي ما كان فينا نوصل لا بليزر ولا بأي علاج تاني، وهي مسببة الرئيسي لفقدان الرؤية أو لتشوش الرؤية. الإبر علاج بسيط جدا، مشكلته الوحيدة أنه لازم يتكرر شهريا 3 أشهر على الأقل. ولكن الإبرة من اسمها في ناس تسأل أول سؤال بتوجع، ما بتوجع أبدا، ما فيها أي ألم، الإبرة بسيطة جدا وناعمة جدا فما فيها أي إزعاج أو ألم. الإبرة دواء ما بيوصل جوا العين إلا عن طريق الحقن، لأنه بالقطرات أو بالعلاج الخارجي ما بيوصل لداخل العين. فلابد من أعطاء هذا الدواء داخل العين مباشرة، ونتائج تحسن الرؤية فعليا عملت ثورة في معالجة اعتلال الشبكية السكري. نعم. قبل الوصول للعمل الجراحي. نعم. وهي العلاج الحمد لله متوفر في دولة الإمارات، وفي توعية صحية كبيرة، والتأمين الصحي كمان بيغطي تكاليفه، وهو طبعا علاج يعتبر حديث، يعني في 10 سنوات الأخيرة تم اكتشافه، كل ما له عم يتطور وكل ما له صار استعماله مطروق أكثر بالنسبة للناس ومسموع فيه أكثر. وهذا العلاج النوعي يلي أدى لتحسن الرؤية عند كتير ناس كانوا فاقدين الأمل من الرؤية عنده. نعم. طيب هناك رسالة، الوالد عمره بالسبعينات، لا يوجد سكر، ولكن من كل كم شهر تظهر بقعة دم في العين تقريبا لمدة أسبوع ثم تختفي. الأخ الكريم اللي عم يحكي عن بقع الدم خارجية، هي بتكون في الطبقة الخارجية يعني بالبياض تبع العين، ما لها علاقة لا بسكر، لها علاقة أيام بارتفاع ضغط الدم، فممكن تكون بسبب ارتفاع ضغط الدم بس، وممكن تكون خارجية نتيجة العوامل الخارجية أو جفاف الدم، ما بتخوف أبدا فما يشغلوا بالهم فيها أبدا. بس كنترول لضغط الدم، ضغط الجسم يعني، مهم جدا لأنه ممكن تكون أحد العلامات لارتفاع الضغط. نعم، كل الشكر للدكتور هاني مسعود استشاري أمراض العين وجراحة الشبكية بمستشفى القرهود الخاص بدبي. دكتور هاني شكرا جزيلا لهذه المعلومات. شكرا.
شكرا لكم، وان شاء الله دائما بالتوعيه الدائمه عن طريق برنامج بلسم.